رجعنا معكم مشاهدينا من بعد البريك، ومثل ما ذكرنا قبل شوي صار وقت نعمل جولة على الدورة البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك على قناة أبو ظبي، واللي بتضم بيئة متنوعة من الأعمال الاجتماعية والدراما الترفيهية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الدينية والإنسانية والثقافية المتميزة يلي بتناسب أجواء الشهر الفضيل. أنا من شبرا وبنات شبرا ما يتعلمش عليه. يوسف بدر إذا بقى شيء يوصل له بكل سهولة. أقول الحلو اللي بالثلاجة كليته. رح يكون عشاق الدراما الخليجية على موعد مع ثلاث أعمال متميزة من إنتاج أبو ظبي للإعلام، بتصور لمحات من حياة المجتمع الخليجي بقوالب درامية وكوميدية شيقة، حيث بيروي المسلسل الاجتماعي الكويتي قفص مخملي يلي رح يعرض حصرياً على قناة أبو ظبي وتطبيق أيدي تي في، قصة امرأة ثرية بتتولى رعاية أبناء شقيقة الراحل بأسلوب صارم بيخفي وراء أسرار من الماضي والحاضر. وخليني أقول لكم أنه بيلعب بطولة هذا المسلسل عدد من النجوم الخليجيين، أبرزهم هيا عبد السلام، فؤاد علي، بدر شعيبي، ميثم بدر، سارة صلاح، رهف العنزي، مرام البلوشي، وهو من تأليف مريم نصير وأخراج علي بدر. أنت بتهدى الأسنان سمعتي؟ مليون مقابل عمر يطاع ولا شيء، سواء معك ولا فاروق. بالسجن أوقفني على كده، أنت شلون تتصرف كذي من وراي؟ الصور والأوراق إذا دزيتهم بجروب واتساب واحد بينتشر بالديرة بأقل من ساعة. من وين يجيب لك مليون دينار؟ أبوك؟ أنوار. وتبين أخذ من حلال عيال أخوي؟ قفص مخملي في رمضان على قناة أبو ظبي. كما بتعرض القناة أيضا حصريا المسلسل العائلي الكوميدي فانتاس يلي بيروي بأسلوب كوميدي قصة موظف أربعيني بيواجه بسبب حرصه الشديد على المال مشاكل عديدة ومواقف مضحكة مع عائلته وأصدقائه. المسلسل من بطولة النجوم طارق العلي، خليل الرميثي، شهاب حاجية، ميثم محمد وغيرهم كثير، وهو من تأليف ورشة فروغي، عبد الله بالعيس، عيسى أحمد وأحمد فارس، وإخراج محمود دوايما. أي سيارة في خاطرك؟ والله انك ابو قحتي. لو احنا فريمنا ابو بنلوشي. ايوه انا هشتغل برضه. هذه انت واقفه قدام المنظره وانا وين واقفه؟ ورا المنظره. الله يهديك. خلفيه عشن والله يعتاك تلفونك. اخوي انت ايش فيك ملقوف؟ ملفوف يعني مين؟ يعني كل اللي بالديوة وضوا الديوة راح يشوفون هذا الاعلان. فهمت؟ لا. اقول الحلو الحلو اللي بالثلاجه. من ناحية تانية بينضم المسلسل الخليجي النكران إلى قائمة العروض المرتقبة على شاشة أبو ظبي خلال شهر رمضان المبارك، ليصور قصة قرار أبناء يوسف العراب الحصول على حصصهم من الميراث ورسم طريقهم بأنفسهم، وذلك بسبب احتجاجهم على أعمال ولدهم الخيرية، لتتوالى الأحداث وتنكشف أكثر تغيرات جذرية بمسارات حياة جميع أفراد العائلة. هالمسلسل هو من بطولة النجم الكوميدي داويد حسين، بسمة حمادة، أمل محمد، عبد المحسن القفاص، وهو من تأليف محمد جمال وإخراج خالد جمال. واضح أن يوسف هذا إنسان ذكي جدا وصاب بالكل بخطوتين. يوسف أبيك توازن بين عيالك. عيال يوسف بدر ما يباتون بالشارع. ترى احنا قاعد نلعب لعبة وايد خطرة. إن احنا شلون نقدر نسحب فلوس العراب والفلوس بالأساس عند حصة. أظن الحين يا الوقت إنك ترد الجبريل. النكران في رمضان على قناة أبو ظبي. عشاق الحركة والتشويق على موعد مع المسلسل المصري ضرب نار يلي بيصور قصة حب وكفاح تتوالى فيها الأحداث بدوامة من الظلم والمعاناة والمصاعب والمشاعر الصادقة. هالمسلسل هو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي ورشدي الشامي، بدرية طلبة، هدى الإتربي، ضياء عبد الخالق، إيمان السيد، مصطفى فكري، وأحمد عبد الله محمود، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري. مفهوش راح. اللي بيدخل عندي ملوش خروج. فوق رسامي أنا كوماندر. يشتغل مع زيدان؟ ما ينفعش يكون. العيار اللي اتضرب
ما بيرجعش تاني. قسما بجلالة الله لو ما بعدت عني لسفلتك. ضرب نار في رمضان على قناة أبوظبي.